تقول: كنت أحافظ على الأذكار والأوراد والتسبيح والتهليل مدة طويلة، وبعد هذه المدة تركت ذلك ولا أدري ما السبب، وأريد أن أرجع لها فلم أستطع، وحاولت لكن لم أستطع. كلما قلت سأعود لأورادي وأذكار الصباح والمساء وجدتها صعبة، فإذا عزمت قلت قليلا ثم تركتها. والسؤال: ماذا أفعل جزاكم الله خيرا كي أرجع كما كنت، علما أنني في أشد الندم لذلك الأمر؟ أرجو نصحي وإرشادي لما أفعل، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المداومة على الأذكار الشرعية على الصفة المشروعة أن هذا خير كثير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فالاعتياد ذكر الله عز وجل والمداومة على ذلك من أفضل الأعمال. وما ذكرته السائلة من أنها كانت تأتي بأذكار مشروعة ولكنها في الأخير ثقلت عليها وصعب عليها العودة إليها مرة ثانية، وتسأل عن العلاج الذي به تستطيع الرجوع إلى ذكر الله عز وجل. نقول: ربما يكون عند هذه المرأة أشياء تشغلها عن ذكر الله وتلهيها عن ذكر الله، مثل جلساء السوء ومثل النظر في ما يشغلها عن ذكر الله في وسائل الإعلام كالتلفاز أو الفيديو ونحو ذلك. فعليها أن تتجنب هذه الأمور التي تشغلها عن ذكر الله عز وجل، لأنها إما أمور محرمة وإما أمور مباحة، لكن إذا شغلت عن ذكر الله عز وجل فإنها منهي عنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعليها أن تجتنب ما يشغلها عن ذكر الله عز وجل، هذا شيء. الشيء الثاني، عليها أن تعود نفسها ذكر الله عز وجل، تروضها على ذلك شيئا فشيئا حتى تعتاد ذكر الله وتألفه وترجع إليه. نعم.